جنابك تمتدح العمل الوطني كما تسميه في تلك الفترة، تقول هاي المنشآت كلها لم نكن قد أعلمنا بها وكالة الطاقة الذرية الدولية، ولم تكن تعلم بها أجهزة استخبارات أجنبية، مع العلم أنها منشآت كبيرة ومتعددة المواقع وبها أكثر من 6000 منتسب منتسب يعملون. نعم. وكل هذا وإحنا معتمين ومكتمين على نعم. شغلنا في إنتاج اليورانيوم وبالتالي الشغل على القنبلة الذرية. نعم صحيح 100% صحيح، وبدلالة قلت لك يعني جوّر 3 أشهر من حرب 91 وفرق التفتيش يعني تمور بالعراق وما لقوا أي شيء، ولا كان عندهم تقرير ولا عندهم كان أي واحد يقول أكو. بعدين إحنا صارت حادثة أحد الأقطاب المغناطيسية اللي تستخدم بالطارمية، حسين كامل راد نقلها إلى معسكر الطارق المعروف، معسكر طارق، فالشاحنات اللي أرسلت إنه كانت ما تتحمل حمولته، هو 70 طن القطب والشاحنات مال دبابات 55 طن، فطلع من الطارمية راح إلى بغداد الارتباط خط الطارمية طريق الطارمية مع التاجي، وهناك انقلبت انقلب القطب الناقلة انقلب لأن ثقيل الحمل خلينا نقول، فمرت فرقة من فرق تفتيش الأمم المتحدة أخذوا صور أرسلوها إلى مقر الأمم المتحدة، قال لك تعال شوف دول ايش يسوون، شلبوا بيها وراحوا تابعوا إلى مقر إلى معسكر طارق بعدين، وصارت يعني ضجة وراها وبعدين كشف البرنامج.